شو عمل في المغرب في افريقيا؟ في المغرب في الجزائر مش معناتها طرح الموضوع نتاعو، ايضا تحدث على الدعم نتاعو، وخلينا نكونوا صريحين، معناها باش يمشي يوري الدعم نتاعو هو. هذه فيها امور فلوس راه، معناها فيها امور مجاملات، فيها امور معاملات، وهذه هي راهو معناها باش ياخذ الثقه نتاعهم، وهذا راهو باش يعملوا بلاتير تقريبا يوم 19 في جنوب. وعلاش قلت مشى المغرب ومشى فين الجزائر؟ مشى معناتها حتى علاش ما جاش لتونس؟ تونس ما نعرفوا سيانور حداد معناها تحول لمصر، خير سيانور كانوا باش يتقابل هو وياك، شفت الصور هذيك اللي سيانور حداد قالوا السنه اللي غادي انا جاي باش نجيب سيانور عنده نادي صح وزعم اتفاقيات غادي لا قد كان يجي لهنا كان ربما يصح اتفاقيات ربما يدخل في مشاريع يقعد هو ذاك كان المفروض. وحتى فما حتى شويه امور اخرى اللي الظروف الامنيه اللي كانت في تونس كانوا بن همام كان باش يجي يقعد 4 سوايع في تونس وهو جاي من الجزائر، الامور الامنيه وقتها في تونس ما كانتش معناتها ذات مستوى هذاك علاش هو سي انور راني قلت لك معناها تقابل هو يا في مصر. وحتى سي انور هو اللي خير قال له هو تعش كيفاه انت مادامك ماشي لمصر هاني انا جاي لمصر خاطر عندي دوسي الكلوب والاتوال والقرعه هاي تو نتقابل هذيك في مصر. ولا فايف شخصي جاي سي انور ولا جاي رئيس هو جاي تونس هو انا رئيس الاتحاد. انا نحب نفسر تفسير صغير علاش الانجليز ناقمين وعاملين هالحمله هذه الكل. الانجليز ملي تنحى لهم ستاليروس هما ناقمين على الفيفا لانه ستاليروس تلعبت له لعبه. اللعبة اللي قاعدة تتلعب توا، شكون لعب له اللعبة وقتها؟ هافالانش، سامحني حبيت نرجع، جو هافالانش شعمل عمل؟ جا لفارقة، شرى لفارقة الكل، وافريقيا تعرف وافريقيا وزلنا نعملوا فيها ونعملوا فيها، تعرف أول حاجة قالها هافالانش في لفارقة بعد ما ولى رئيس، قال مش خمسة برشا ترشحوا من لفارقة، بلاتير قعد تحت حسمس، قاعد يتعلم، لأنه يعني كان سكرتير جنرال، كي تعلم عليهم كل شيء طلع بلاتير. تو اخويا ما اكل عصا اللي كلاو بها طرايح الناس الاخرين همام هذا يا سي همام باش يستعملها لانه هو عاش معاهم ويعرفهم وكل شيء والدولاب موجود والفلوس موجوده وانا يا اخويا من منصب هذا نفضل يكون عربي. كانت هذه وقفه مع سبورتس مان والضيف هو الاتحاد الدولي لكره القدم. فاصل ثم نعود. يعطيك الصحه. القومة نتاع الصباح صعيبة عليكم؟ مع جو ريفي تونيك نتاع ديليز دو فروي ابدا نهارك كل صباح برقدان مادالينا قارص بامبلوموس سليم شبعة فيتامين سي في 5 قوارص اسهل طريقة باش تفيق الصباح. مع جو ريفي تونيك نتاع ديليز دو فروي من الصبحية والفورمة قوية. ديليز دو فروي انت الغالي وطلبت الغلة. وتوا مع ريفي تونيك نتاع ديليز دو فروي تمتعوا بعرض خاص دينار و650 الباكو كل صباح ديماري نهارك وانت ناشط. ديليس دو فخي انت الغالي وطلبت الغلة. غادرنا هيثم من غير ما نشكره وكله بارك الله فيك على الاسهام نتاعك ونرحبوا بسي محسن الجندوبي. منظر وحشتك. شكرا على الاستضافه وتحيه الاقمار معناها زينا اللحيه مرحبا بيك بارك الله فيك ربي فضلك. بحث جندوبي هو من العناصر اللامعه في المنتخب التونسي وفي الملعب التونسي اولا في السبعينات هكا ولا الى حد 73 حتى 89 حتى 89 بارك الله في الاكابر نحكي في الاكابر قائد فريق مثالي وايضا لاعب على خلق عظيمة. علاش استدعيناك؟ خاطر باش تحكيو بعد شوية على الملعب التونسي. قبل ذلك اقعد معنا باش نوصلوا نحكيو على العنف اللي كنت اشرت له في بداية الحصة وكان الأستاذ كمال خليل اختاره واختار كازياس باش في الدخلة نتاعو. تذكروا مليح مقابلت الملعب الجابسي في الرابطة المحترفة الثانية ونجم بني خلاد. المقابلة هذه تمت ثم في طريق العودة يقع الاعتداء على حافلة الفريق الخلادي. بعض الصور ثم نعود للتعليق.
حتى نعطيكم تعليق على الصور اللي كنتوا تشاهدوا فيه، صور من كاميرا خاصة. هذا طريق العودة من جابس الحافلة في اتجاهها إلى بني خلاد. كما ريتوا كان ثم الأمن من قدام، الأمن من تالي، والأمن على جنب، لكن أيضا ثم أحباء من الملعب الجابس ريتوا بالأعلام. الأمن ارتأى باش يخلي الكار يدخلها في منعطف ويحميها، معناها ما يلزم الوقت حتى يبعدوا الأحباء الكل. المحبين هذوما في بلاصة اللي يبعدوا مشاو قدموا القدام وقعدوا بالترابسين بالحافلة. مشات الحافلة، مشى معها شوية الأمن، لاباس ما ثم شيء، كملت الحافلة وحدها، خرجت الجماعة الأخرين وصارك الاعتداء، اعتداء عنيف وشديد. منصف تعليقك. اعتداء مجاني، لأنه اللي تعمل في وسط الميدان خلوهم ساعتين في الفستير، قعدوا ساعتين في حجرات الملابس. نقولوا احنا بعد ساعتين تهدى الخواطر، تهدى النفوس، ثم مقابلة. وقبل بجمعة صرحوا قالوا بني خلات، قالت وجابس، قالوا راهو النتيجة ما تهمناش وروحوا رياضية. طلع كلام، كلام هذا فيه برشا ظلام. علاش نقول كلام فيه برشا ظلام؟ لأنه الاعتداءات هذه بعد مقابلة تصير وتكسير تعرف التكسير هذا يفكرني فك الملاعب بتاع قهوه في القفصه رضا ابراهيم اللي سقط، اللي طول عاد يتكلم، كانت الله اللي قدر تنجم تجي حجره، تنجم تجي يسقط ملاعب بعد ما مقابله انتهت. انا نقول اللوم، كل اللوم على الملعب القابسي، والوم اللي تعدى البارح في قناتنا اللي تفات المقابله وفات كل شيء. يا خويا سامحونا رانا غلطنا، نقولوا حلوه راهو نقول تقول انت منذ تو ديما تقول لي تاع الكاب على ظله. يا خويا احنا رانا تو رانا نمروا بظروف صعبه ونحبوا ننجحوا الثوره نتاعنا. يا خويا بعد ما فات المقابله يا خويا سامحونا رانا غلطنا معاكم، تكون حلوه شنو المشكل؟ حاتم، هي ثم حاجه غلطه فعلا الفيدراسيون هذه. الكلام اللي صار معناها صار قبل بجمعه، اللي هم يحبوا يضربوا الحافله، يحبوا يضربوا الملاعبين ونلعبوا من غير جمهور. ديجا كانوا نجموا يحاولوا المقابله، معناها الجمعه تحاولوا في بلاصه اخرى. رانا ما وصلناش، معناها عيب اللي قاعد صار، ولا تتحمل حتى الجمعه نتاعنا تتحمل مسؤوليه وقت اللي سامعين احنا كلام اللي باش يصير ضرب ويتربصوا كان نجم يبدلوا المقابله من غير جمهور، معناها مش باش تستفيد حتى باش تعاود ثم جمهور لا ثم شيء باش تقول. انا في القانون كان يسمح هذا القانون؟ كان ينجم يعمل حاله استثنائيه. ثم في اوقات سابقه ثم ولات يقول لك ما تلعبش عندي المقابله هذه، ويرفض تعيينها في مركز في ولايته الكل. بالضبط، لهنا تدخل ما تعرف الامن. نرجع هنا ديما القانون، الامن هو عنصر من عناصر ضروريه لاجراء مباراه ما. اوكي، هنا يجيك الوالي اللي هو المشرف معناتها قانونا، معناتها الممثل نتاع رئيس الجمهوريه في المنطقه هذيك، يقول لك من الناحيه الامنيه انا مش ممكن. هذا ما صارش، هي هنا معناتها تقعد ابريسياسيون. معناتها الغريب واللي حزن معناتها هي مسألة عقلية. ومن بعد معناتها تو الجمعة اللي فاتت صار اعتداء على حفلة نادي الأولمبي للنقل على أساس أنها حفلة نجم الخلادي، ويتعاود معناتها نفس المش معناتها ثم إضمار رهيب، معناتها ثم إضمار كبير معناتها العباد هذوما في عهد زعما جوا في وقت ظروف نتاع انفلات قيد على انفلات كل شيء باش نقيدوه على الانفلات. يسمح لنفسه اللي ربما غدوه كانت تقول له تقول لك لا ما نعملش. يا اخي كل شيء نقيدوه على الانفلات وكل شيء معناتها نحب نعرف اللي صار. انا نحب هذوما قناصه بالحجر. سامحني القناصه شكون يعرفهم القناصه؟ وقال لك جيبوهم لي القناصه. حتى حد ما يعرفهم القناصه، كان ثم حد ما يعرفهم باش يوصلوا يعرفوهم اللي ضربوا. انا نحب نسال جلال، هذوما اللي لهم مازين رايات خضراء وبيضاء، هذوما محبين تاع الملعب الجابسي تاع الصيدة، لا شك ولا خلاف في ذلك. لكن الهيئة المديرة باش حملوها مسؤولية 60 كيلومتر للقدام، معناها تو حتى الهيئة المديرة معناها ثم تقول لك هذا مقابلة ويكلوب شكر جاي نعس على ابن المدينة كاملة. لا نسأل في جلال. صحيح، شوف المقابلة هذه ثم دو فيرسيون، ثم فيرسيون شفنا حتى المسؤول نتاع ملعب الجابسي كان عمل تصريح معناتها منطقي قبل المقابله وما ثماش احداث كبيره. بون ثم بعض المشاكل صارت ربما بعد النتيجه، شفنا ملعب الجابسي قدم مقابله محترمه، كان ينجم ينتصر، فاز النجم الخلادي. بون اللي صار من بعد، اللي صار من بعد كونه دوزيام فيريسيون اللي صار لبرا، شنو كنت ننتظر؟ كنت ننتظر اقل حاجه كونه المسؤولين تاع الملعب الجابسي، صحيح ما صار حتى شيء في الملعب، لكن على الاقل كونه اعتذار النجم الخلادي، راهو الجمهور هذا ما يمثلناش، راهو اوموا يكون لوم على كلا. اذا كان باش نبقوا احنا كل مره باش يصير راهو الجمهور هذا ما يمثلش للفريق الفلاني، الجمهور هذا ما يمثلش الفريق الفلاني. شكون اعتذر؟ انا نسال سؤال وما يسالش حاجه نجيوك بحكم الخبره نتاعك. لو كان لطف تقلبت الايه على بلعبيه الملعب جابسي ومروحين وعرضوا لهم فريق اللي كان يلعبوا عندهم وصار لهم الشيء، يعني لازم يحسوا
احباء الملعب الجبسي الكل اللي منضوين تحت الهيئه واللي خارجين على الهيئه اللي سميهم الشرذمه ولا الفئه الضاله، لازم يحسوا على اللي صار راهو شيء كبير. انا احب نسال سؤال بريء، كلنا نعرفوا اللي كان بالامكان ما حدث ان يحدث، عارفينه ثم خاطر بتاع رد فعل وكذا وكذا وكذا، ثم واجب الضيافة بتاع التوانسة، ثم أخلاقيات الاستقبال وأداب الاستقبال، خلينا نقول ما كانش ممكن في رقم معناه مجموعة من الملعب الجابسي هيئة مديرة ولاعبين كذا يوصلوهم حتى خارج الحدود، ما كانش الأمن قبل كان يعمل الأمن يخرج الفريق حتى آخر الولاية ويتاخذوا الولاية الأخرى أو شارش، ما كانش هذا الكل ينجم يتم. محسن جندوبي كلامك صحيح، لكن توا كل واحد غادي يتركز على الظروف الحاليه معناتها اللي تمر بها البلاد. ما رانا بكل صراحه كل من يقوم باعمال مثل هذه لابد ان يكون الردع معناتها هو العقاب تاعه، معناتها نضربه بقوه لانه باش تستمر الحكايه هذيا وعمال نمشيو الى معناتها طريق مسدود، وبعد لا قدر الله باش تصير كوارث كبيره. ما نحبوش احنا اللاعب يمشي بشعب مقابله تاع كره قدم يولي خايف على حياته وعلى مستقبله وعائلته تخم عليه، فلا بد من معناتها اعطاء الموضوع هذا اهميه كبيره ويقع حساب كل من معناتها يدخل معناتها في الطيار هذا لانه ما يشرفناش صراحه. شكرا ليك اختم. نعطيك صوره حلوه مثالش في نفس الوحد. يعطيك نقزت انت تفضل. صوره حلوه سامحني، ما هو واحد ينقز باش صوره حلوه في كره اليد في القسم الاول بني خيار وصياده يلعبوا اللي يخسر يتيح. صياده تربح بني خيار في بني خيار 21-22 كيما قلت انت فرحوا بهم وقعدوا مع بعضهم وباسوا بعضهم ورؤساء هنت بعضها بنعت من خيار طاحوا، لكن هذه مش نهايه العالم. للتاريخ حب يعملها دخله منصف بن سعيد، قلت له لا على خاطر اللي يكون سلوكه رياضي سليم حاجه عاديه ما لازمش تولي هي الاستثناء، لكن لو تعمل مقابله اما هاكا لقاه باش تولي ماهيش دخله ما بين الشوطين. نمشيو للكوره، حوصلة للجولة 19 من الرابطة الأولى. إذا كانت هذه الحوصلة. محسن مدامك بحذانا خليك انت تعلق على مقابلة الملعب التونسي قبل قصة تفرجت فيها. تفرجت اي والله الملعب التونسي صعب التعليق على هزيمة ما يسالش. لا هذيك هي الرياضة والفعل هزيم، لازم نعلموا اللاعبين تاعنا إذا يقبلوا الهزيمة، الهزيمة ماشي معناتها حاجة بتعلم منها اللاعب الهزيمة، ماهوش ديما يربح اللاعب، لازم يكون حارس أنت باش يخسر ولو حتى يلعب نهائي نجم يخسر. ولهذا مقابلة الملعب التونسي وال قفصه معناتها جات ممكن بعد انتصار الملعب التونسي معناتها وتعادل في جرجيس كانت نتيجه ايجابيه. هذه خلينا معناتها ناكدوا الملعب التونسي يلعب خارج قواعده ولو في غياب الجمهور حسوه دائما يعطي مردود خير لانه يحبش الضغط لاعب الملعب التونسي، ولكن لازم نرجعوا للظروف الماديه اللي تمر بها الفرق الكل، ازمه كبيره. اللاعب ما تعرف باش نطلبوا منه الواجب لابد نعطي حقوقه، حقوقه تو